بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما رأينا في هذه السورة المباركة أن أفضل شيء هو تعليم الناس أحكام دينهم ولغتهم العربية التي هي لغة القرآن، أحببت أن أكرم إخوتي كما أكرمني الله سبحانه وتعالى بتعليم العلوم الشرعية، لأن هذا الأمر هو من الضروريات البديهيات في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى عرج على العلم والعلماء، وخاصة في هذه الأمور التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: إن الفتن، أي ينبغي أن تلاقى الفتن بالعلم، فإن الفتن تستقبل بالعلم، فمن لم يكن عالما أو لم يكن يعلم أحكام دينه فسوف يقع في متاهات، وخاصة في هذه الثورة المباركة، فلا بد أن ننشر العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم بهذا الدين، أكرم عباده بهذا الدين، وينبغي أن يصل هذا الدين بعد أن أغلق، بعد سقوط الخلافة عشرات السنين لم يكن الناس ليعولوا على دينهم، لأن الحكام هم الذين حجزوا ومنعوا وأوقفوا هذه العلوم الشرعية. فأحببت أن أعيد تاريخنا المجيد في أن الله سبحانه وتعالى شرفنا بهذه العلوم التي نزلت من السماء ولم تنبع من الأرض. ليلة القدر خير من ألف شهر. هؤلاء الإخوة الذين أقبلوا على هذا المعهد وجدناهم كالأرض الجرز التي أحوج ما تحتاج إليه الماء، فإن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء ويحيي القلوب الميتة بالعلم. ما الفضل والفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، فوجدتهم أحوج ما يحتاجون إليه في هذه الظروف في هذه الأيام هو علم الشريعة وعلم اللغة العربية التي هي مفتاح لشريعتنا. حتى تصبح تنزل المعهد هو بذرة ستنبت إن شاء الله في مكان آخر بشكل أوسع، أن تكون هناك مجمعا علميا إسلاميا ربما يغطي المنطقة كلها، أو ممكن أن ندعو إخوتنا، بعض إخوتنا الذين كانوا يدرسون عندنا في دمشق، منهم من روسيا ومنهم ماليزيا ومنهم من الجزائر ومنهم عدة دول، إن شاء الله سيكونون طلابا عندنا إن شاء الله، وفي قلموننا ستكون هذا المعهد بذرة خير لإخوتنا جميعا في منطقتنا وفي غيرها.